على مائدة ألف مع محمد غازي. حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني الدائم على مائدة ألف، معي أنا محمد غازي صدقة، وأكيد كل يوم عندنا ضيف وتفاصيل جديدة، وعلى مائدتكم نفتح شهيتكم أكيد بأسماء مميزة في الساحة الإعلامية، في الساحة الرياضية، في الساحة أيضا الدبلوماسية، وكذلك أيضا من رواد الأعمال وأسماء عديدة في برنامجنا، طبعا حصريا على إذاعة ألف ألف أف أم، واللي نتشرف من خلاله أيضا بأسماء مميزة في الخريطة العربية. خلينا نبدأ في خريطتنا اليوم اللي فيها مين؟ فيها واحد من الإعلاميين أنا أسميه مشاغب، أسميه مشاكس. ليش؟ مشاغب ومشاكس لأنه شغبه يأتي بالشغف الجميل اللي نشوفه في الفن، يحاول أنه يكون مشاكس لجميع الفنانين، يدخل من الباب الضيق عشان يطلع من الباب الكبير، وبالفعل برز اسمه في الفترة الأخيرة كواحد من الإعلاميين اللي لهم ارتباط بالفنانين بشكل كبير جدا في التغطيات، له كاريزما خاصة معاهم، يعزمهم في أوقات فراغهم، طبعا هو بالنسبة له وقته كله ملك الفنانين، وبالتالي يعزمهم في أوقات الفراغ اللي هم فيها، يحاول يأقلم جدوله على الناس هذه، يحاول تغطياتهم في جميع الصحف. نشوف حتى كمان على صعيد الفن، خليني أقول لكم واحد من اللي أنا أعتبرهم قباطنة البواخر، يطلع على باخرة فيها يمكن ولا فوق 12 ألف شخص ومجموعة كبيرة من الشخصيات الإعلامية وكذلك أيضا الفنية. خليني أقول لكم أنه هذا واحد من البحارة في الإعلام الفني، واحد من اللي إذا دقوا مسمار على إعلام فني ذكر اسمه، صالح العرياني. هلا وسهلا فيك الإعلام السعودي المشاغب والمشاكس. هلا وسهلا فيك أخوي محمد، وشي أرحب فيك وأرحب في الأخوة والأخوات المستمعين. أنا أرفض المسمى لأنه تردد كثيرا للأسف. أنك مشاغب؟ أيوة مشاكس، هذا الصحفي المشاكس أنا أرفضه تماما. يمكن علقت عليه كثير، وأيضا طيب على إذاعتكم برضو علقت عليه قبل فترة، فما أبغى أعيد وزيد، تعبت مع. طب ليش مشاكس؟ هم بيسموني مشاكس لأنه بتخصص في إبراز التحقيقات والقضايا الفنية، هذه اللي أنا دائما بحرص عليها. أيوة أحرص على التحري والدقة فيها والبحث عما وراء الكواليس. نعم. هذه الأمور يمكن تزعج البعض، وخصوصا جمهور هؤلاء الفنانين. لكن بس احنا بالنسبة لك سبق صحفي. بالنسبة للإعلام هذه يعني مهنية، انه احنا ما وجدنا فقط لنشر الأخبار والاكتفاء بنشر الأخبار والتلميع فقط، لا. احنا ايضا يعني عندنا عناصر مهمة جدا اللي هي التحقيق والقضايا، يعني ليست على الصعيد المحلي أو الاقتصادي أو الدولي فقط التحقيقات والقضايا. نعم. أيضا في الفنون لازم يكون في تحقيقات وقضايا ونقد هادف. نحن لا نمس شخصية فنان، إحنا نمس خطأ موجود فنيا بس. كيف هذا هو؟ يعني سرقة لحن مثلا، على سبيل المثال، سرقة كلمة، يعني ما أبغى أقول مثلا تعدي فنان على آخر مهنيا برضو في الفن، كثير موجود في الفن. أي موجود أشياء في الكواليس لابد أن يعني تظهر أمام الكل. أمام الـ أنتوا محضر خير ما شاء الله صالح. لا يعني شوف، مو أنت دحين بتدقني بالكلام. لا لا مش محضر خير. هذه المهنية، يعني أنت لما تتكلم عن صحيح. قضية تطرح على مثلا جهة حكومية أو وزير مثلا، نعم، ليش ما في أحد يمانع؟ لأن المواطن دائما يحرص على أنك تكون معه ويبغى الحقيقة. بالضبط. كذلك ترى في الوسط الفني يحبوا الجمهور، أنا أتكلم يحبون ما وراء الكواليس، يحبون يعرفون التفاصيل اللي بتحدث وما تظهر لهم، فهمت علي؟ نعم. هذه مطلب مهم. انت بتشتغل في الإذاعة او في التلفزيون او في الصحافة لمين؟ للجمهور. صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. فنحن لا نشتغل على حساب فنانين، نحن نشتغل على حساب ارضاء الجمهور فقط.
إرضاء الجمهور. طيب بما أنه إرضاء الجمهور نبغاك تعطينا إيش تفاصيل شهر رمضان المبارك دائما في حياة صالح العرياني؟ والله بالنسبة لرمضان في حياتي يوميا كذا إيش بيصير معك؟ كيف بتقوم يعني على ما يقولوا على هذا الشهر وبتأدي الفرائض؟ كيف وقتك بيكون؟ هل تجمعات إعلامية؟ هل يكون في هناك أيضا يعني فترة للإعلام قوية تكون للانطلاقة بأخبار جديدة؟ هو يعني احنا خلال هذا الشهر كنت على مستوى الصحافة كنت أحب أتميز دائما في طرح الأمور اللي تخص الرمضانيات مع الفنانين. يعني أحيانا كنت أخذ الفنانين في جولة مثلا رمضانية سواء في خلينا نقول في البلد مثلا وأحيانا يكون في منطقة معينة تاريخية أو كذا، يعني هذا فيما يخص النشر. نعم. سابقا. أما في الوقت الحالي أنا عندي برنامج في البيجو لايف اللي هو التطبيق من أحد التطبيقات. دعاية طبعا. دعاية إيش؟ دعاية في البرنامج. لا لا، شوف هو تواصل اجتماعي، يعني لو تكلمت عن تويتر وإنستغرام وسناب شات كلهم تواصل اجتماعي معروفة. أيضا البيجو لايف ترى معروف من ناحية البث المباشر، بس اختلف البيجو لايف عن بقيته من التطبيقات الأخرى لايف بحيث أنه بيبرز برامج ويعني في شخصيات بتستخدم التطبيق بطريقة إيجابية. أنا قدرت خلال فترة معينة يعني تقريبا شهرين أطلقت برنامج اسمه مشاهير واشتغلت عليه والحمد لله نال إعجاب كثير من الجمهور وأخذنا صدى واسع إلى درجة أن نوصل ترند عربي الحمد لله. كذلك في شهر رمضان أنا عديت برنامج جديد الآن شغال، وطبعا هذا البرنامج اسمه كومي دراما. طيب هنطلع فاصل قصير وحناخذ تفاصيل كومي دراما أكيد على مائدة ألف. فاصل قصير مستمعين الكرام وننجح مع صالح العرياني أكيد نكشف التفاصيل. على مائدة ألف مع محمد غازي. حياكم الله مستمعين الكرام ورجعنا لكم من جديد أكيد بعد الفاصل على مائدة ألف، معي أنا محمد غازي وأكيد أيضا ضيف الإعلامي السعودي الفني راح أسميه، ما يبغى يقول أنه المشاكس والمشاغب، يبغى يكون الإعلامي الفني أكيد المميز اللي في الحقيقة نتشرف فيه طبعا على مائدة ألف. هلا وسهلا فيك صالح العرياني بجديد. يا هلا وسهلا فيك برضو. ما أبغى كلمة الإعلامي. ما تبغى كلمة الإعلامي؟ أيوة أبغى صالح العرياني. صالح العرياني. نعم. ليش ما تبغى الإعلامي؟ يعني هذه مسميات يمكن أنا أدعها للجمهور هم اللي اختاروا. بس الإعلامي هو فعلا يعني هذا إعلامي إنه يعمل في جهة صحفية أو جهة. ما أرفضها ولكن أحب اسمي كثير يعني. صالح العرياني. كلام جميل. تواضع أنا أعتبره. لا مش تواضع لله يا رب. طيب صالح شهر رمضان دائما شهر خير أكيد، في كمان على مائدة شهر رمضان فيه وجبة كذا صالح العرياني يحب يأكلها دائما. والله فيه غير وجبة الإعلام طبعا. وجبة الإعلام هذه طبختك المفضلة. وجبة الإعلامية هذه يعني شيء مفروغ منه، لازم نتناولها بشكل يومي، ولكن في المساء طبعا، في فترة المساء تكون لها مساء خاصة، لأنه في النهاية هي حلا نعتبرها حلا يعني أحل فيها بعد الإفطار. الوجبات بصراحة اللي أحبها يمكن المكرونة، السمبوسة. الله شهينة. السمبوسة هذه طبعا بالجبنة ولا باللحم؟ أطير السر اللي في الداخل. لا والله بالاثنين بس اللحم أطيب يعني. أي. وفي أشياء كثير. أنت تسويها ولا أم العيال؟ لا أنا ما أعرف أسوي شاي حتى. والله العظيم. لا أنا ما أسوي شيء يعني بصراحة، أنا متفرج ولا لي في المطبخ نهائيا، يعني ممكن أقدر أشيل أحط أوكي. مساعد. أيه. مساعد طبخ. مساعد إداري. طيب كلام جميل. صالح خليني أسألك أيضا في جانب
ربما يعني الواحد يتمنى أنه يدعو شخص على مائدة إفطار في رمضان، من هو الشخص اللي ممكن تقدم له دعوة الإفطار على مائدة صالح الأريان؟ من فين يعني؟ من أي مكان؟ من أي براحتك، من الوسط الفني يعني، من الوسط الشخصي، أنت حر. أنا أبغى شخصية تحدد لي إياها، شخصية بالنسبة لك صالح تكون معروفة يعني، مو شرط، ممكن شخصية حتى غير معروفة، الشخصية هذه بالنسبة صالح تعني له شيء الكثير. عارف اللي تبي ترضيهم كثر. أنا أيوة، أنا ما أبغى أحدد أسماء معينة من الفنانين، حسألك مين هذه اللي أبغى أبتعد عنها، بس خليني أقول أمي هي اللي تستحق بصراحة أنه أنا أدعيها للإفطار. تدعيها للإفطار. طيب من الفنانين؟ أنت تبغى تحشرني صح؟ لا بالعكس، يمكن في شخص يمون شوف أنا ممكن كلهم تحبهم أنا، ولكن في النهاية هو في شخص دائما يعني أنا دائما أنا وهو في رمضان صراحة نلتقي ونفطر مع بعض باستمرار، لكن لي فترة منه الحين ما تواصلنا للفترة، فأنا أدعيه فعلا الإفطار خلال شهر رمضان، الفنان محمد بكر يستاهل بصراحة. تحب محمد بكر؟ أيك طبعا، مسي عليه ونقول له كل عام وانت بخير عزيز، هذا أكيد يستاهل. ونقول الله يحييك عند صالح، ولما تروح صالح تعزمنا وتجيب السمبوسة معاك، عشان صالح ما يعرف يسوي السمبوسة. على حسابك ولا حسابك؟ لا هو اللي جايب، وانت دحين اللي عزمنا. ايوه اللي عزمه. ايوه انت عازم محمد بكر ولكن على حسابه برضه. طيب كلام جميل يا استاهل والله ونعم حبيبي. صالح في يوم من الايام اخطأ في حق شخص، قصر مع شخص، اساء الفهم ممكن في فترة من الفترات هذه الشخصية من صالح. اليوم في شهر رمضان المبارك صالح العرياني يمد اليد اليمنى ويقول له أتمنى أنك تسامحني إذا كنت أنا قصرت في حقك أو كان هناك سوء فهم بيني وبينك. الشخص محدد يعني أذكره بالاسم؟ لك الحرية. لا أنا ما عندي أي شخص. لك الحرية يعني. شوف إذا كان في شخص أنا أسأت له أو يعني ما في ولا شخص في يوم من الأيام مثلا، إذا كان في شخص أنا سأت له أو يعني أخطأت في حقه أو زعل مني سواء بكلمة أو فعل أو غيره، أنا أعتذر منه بجد لأنه شهر خير وبركة، وأتمنى أنه يسامحني بالفعل. طب مين في شخص؟ لكن ما في شخص معين، ما في بالي ولا يحضرني شخص يعني. ما في شخصية مثلا كان بينك وبينها فترة وحسيت أنه هذه بنت عداوة بينكم بالرغم أنك ما كنت تطمح لهذا الشيء بينك وبينه؟ ما في شخص بينه وبينه عداوة. اللي بيشوف أنا ما أكره أحد، ممكن أحد يكرهني لكن أنا ما أكره أحد. إذا كان على مستوى المهني أنا بقدم مادة، أرجع وأقول أقدم مادة مهنية. وليش إذا بيزعل مني إذا بيزعل مني هذا هو اللي زعلان مني. أنا بالنسبة لي أحب وأحترم كل الأشخاص بدون ذكر أسماء. ليش ممكن أحد يكرهك؟ تقول إذا في أحد يكرهك. أحيانا يعني أبرز قضايا معينة تكرههم فيني، يكرهوني. احنا نقول ان شاء الله باذن الله انه الكل يحبك ان شاء الله. انا شخصيا اعتز بصداقتي معك حبيبي، وعارف انه صالح العرياني واحد من الاسماء المميزه واللي تجتهد تسلم واللي تبحث عن المجد من بعض ما عندك اخوي محمد ابدا الله. بالعكس احنا والله. ان شاء الله باذن الله في السلك الاعلامي مكملين حبيبي لبعض جميعا حبيبي. نقول لك صالح طبعا اكيد رساله لكل من يسمعك اليوم. رساله اقولها لكل من يسمعني، أقول عسى إن شاء الله يكون رمضان عليكم خير وبركة وكل عام وأنتم طيبين بإذن الله. طبعا وصلنا لنهاية حلقتنا مستمعين الكرام، وكما وعدناكم دائما في حلقات على مائدة ألف كل يوم معانا ضيف مميز، واليوم كان معانا الأميز صالح العرياني واحد من الإعلاميين المميزين في الصعيد الفني والإعلام السعودي. نقول له طبعا شكرا لك وأكيد كل عام وانت بخير، وكل يوم معانا ضيف، ونقول لكم دائما تابعونا على مائدة ألف نفتح شهيتكم، وتكونوا معي أنا محمد غازي، ألقاكم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة من مائدة ألف.